الامتحان جاي في مستوى الطالب اللي من بريطانيا، ما هوش من هند دمياط، طالب من دمياط مش عارفش احل حاجه. اصعب حاجه في الامتحان ثاني مره عدى فتح ايديه بطل العالم والله. الثاني اول جمهوريه اول الامتحان. الامتحان كان كويس بس كان في بعض التركات تمام، بس في حاجه كده صعبه وحاجات يعني تنفع تتحل يعني. الحمد لله كله جاي وكله جاي من المهارات، مفيش في حاجه جاي من التعليم خالص. هو اي حد يا جدعان السنه الجايه هو على حد يذاكر ولا يجيب مذكرات ولا اي حاجه. عملتوا ايه يا شباب النهارده؟ الاخبار اللي جاي كانت شد علينا قوي والله، والقطاع كانت صعبه. الامتحان ما كانش صعب قوي، هو المتوسط بس يعني الحمد لله عندنا جزء في القطاعتين. انا ما عرفتش اترجمهم اصلا لان الوقت وقطاعتين طوال ومحدش عارف يترجم اي حاجه في اي حاجه. بس بقى الامتحان سهل يعني الحمد لله ان شاء الله. ثقه في الله يعني. ثقه في الله. زي ما حضراتكم سامعين الامتحان كان يعني بالنسبة للوقت الامتحان أطول من الوقت، والناس كلها الطلاب كلهم بيشتكوا من القطع. يا شباب عملت ايه؟ عملت ايه النهاردة؟ عملت ايه الاخبار؟ عملت ايه النهارده؟ لا الامتحان كان كويس الحمد لله. تعالى خد. لا هو كان القطعتين بس كان شويه صعبين. طب احنا ايه ذنبنا بهدى بمازن بالكلاب يعني؟ احنا نعمل ايه؟ لا لا كان كويس، كان كويس الوقت في كويس. كلمني عن امتحان النهارده. كان سهل الحمد لله، وكل اللي توقعناه جه. الحمد لله الامتحان صعب بس على الله بقى. في طبعا تباين في اراء الطلاب، في ناس شايفه ان الامتحان سهل وناس شايفه انه صعب وان الوقت قصير. احنا ما زلنا مع حضراتكم بنعرف اراء الطلاب والطالبات في امتحان اللغه الانجليزيه النهارده. يا شباب ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ رايك ايه في امتحان النهارده؟ كويس الحمد لله، احسن بكتير، عوض عن الفيزياء تقريبا. الحمد لله. في ناس شايفه ان القطعه كانت صعبه والامتحان كان طويل، ايه رايك في الكلام ده؟ لا لا خلاص، الامتحان ابسط بكتير من امتحانات حتى الدروس او كده، فلا هو ابسط من كده بكتير. الحمد لله. ايه رايك في امتحان النهارده؟ لا كان امتحان تحفه بصراحه، عوضنا فيه عن الفيزياء بكتير يعني، كان احسن بالفيزياء بكتير جدا بصراحه يعني. يا رب دايما عايز اوضيه في النادي الاهلي. عايزين نطالب كابتن بيبو بعضويه في النادي الاهلي عشان الاجازه تبقى حلوه.